الخبر التاني اللي عايز اخد حضراتكم في تفاصيله هو الحقيقة احنا ما بنخلصش من يعني ما بنلحقش نشم نفسنا من الشائعات والاخبار المغلوطة. بقالنا 3 4 ايام ويمكن اسابيع في مجموعة كده من الشائعات انه الوافدين او القادمين الينا من الخارج تسببوا في نشر فيروس تنفسي جديد داخل مصر. فين يا جماعة الفيروس دوت؟ ايه تفاصيل الموضوع؟ ايه اللي حصل؟ ايه الاعراض؟ مين اصيب اصلا؟ ما تلاقيش. النهاردة خرج نفي من وزارة الصحة، كمان تناقلوا او يعني اكدوا المركز الاعلامي المجلس الوزراء انه ما فيش حاجة من الكلام ده، ولا في فيروس تنفسي تسرب الى مصر، ولا هو من الوافدين، ولا في اعراض، ولا في اصابات، ولا في حاجة خالص. والوضع الصحي زي ما هو مستقر تماما، ولا في تفشي لفيروسات جديدة، ولا في تفشي لأمراض وبائية جديدة، ولا في حاجة بتحصل أصلا. ده غير بقى إنه إحنا عندنا برنامج لرصد وتقصي الأمراض الوبائية، وإحنا برضو اتقرصنا من ساعة كورونا، وإحنا برضو قدنا كويس ساعة كورونا أكتر من دول كتير، وأكتر من يعني بلاد كتير كان عندها نظام صحي قوي جدا، وعندها نظام صحي متطور جدا، ونظام طبي مش ناقصه حاجة، وأطقم طبية متكاملة وكل شيء. إحنا بقى عندنا الحقيقة تجاوزنا مسألة كورونا دي بشكل مناسب جدا، ومن ساعتها وإحنا مركزين في أول حاجة التدابير الاحترازية في المطارات والموانئ المصرية على كل اللي جايين من دول فيها مناطق موبوءة أو فيها تفشي للأمراض، بالإضافة إن إحنا بقينا نترصد ونستبق يعني فكرة الأمراض الوبائية. معنا الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح. مساء الخير دكتور وأهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور أمجد، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. تابعت حضرتك النفي النهاردة، نفي مجلس الوزراء، وتابعت أكيد الشائعات اللي سبقت النفي عن وجود فيروس تنفسي جديد جاي لنا من الوافدين من الخارج. قال إيه يعني؟ رأيك إيه في هذه الأنباء ومدى صحتها؟ احنا بنقعد نسمع إشاعات غريبة جدا عن أمراض وأوبئة ليس لها وجود، وكلها إشاعات ليس لها أساس من الصحة. احنا الدرجة الوبائية في مصر هي نفس الفيروسات المعتاد ظهورها خلال هذا التوقيت، انفلونزا، متحول كورونا ونعمة ربنا الحمد لله قلت شدته بنسبة كبيرة جدا، البرد المخلوي اللي ابتدى يقل شدته وانتشاره في الفترة دي مع إن الجو ابتدى يدفي، بمعنى ان هي المجموعه التنفسيه اللي احنا بنصاب بيها كل سنه هي اللي موجوده في هذا التوقيت، مع اختلاف طبعا ان حاجات بتزيد وحاجات بتقل، يعني مثلا المخلوي معدله بيقل دلوقتي بنسبه كبيره جدا. الانفلونزا مع دخول الصيف والربيع هتقل حدتها بنسبه كبيره جدا، بمعنى ان احنا بالفعل موسم الفيروسات التنفسيه قارب على الانتهاء، احنا كنا الفتره اللي فاتت كان في مجموعه من الفيروسات المعتاده. اللي هي معتاد ظهورها بنفس التوقيت كل سنة مع اختلاف درجتها وحدتها، كورونا، انفلونزا، البرد، المخلوي، دلوقتي حدتهم قلت بنسبة كبيرة جدا والدرجة الوبائية أقل حدة من يعني ذكر. نقدر نقول الانفلونزا والبرد اللي هو الكومبو بتاع كل الشتاء، يعني مفيش جديد، كومبو الفيروسات التنفسية المعتادة، لا جديد، مفيش أي فيروس جديد تنفسي دخل مصر نهائيا، كل إشاعات كل هو نفس معدل الفيروسات الموجودة، مفيش أي جديد، أي إضافة لأي نوع فيروس جديد انتشار لدرجة وبائية لا توجد نهائيا، كل دي إشاعات ليس لها. أشكرك شكرا جزيلا، شرح أو تعليق وافي دكتور أمجد الحداد، شكرا ليك على المشاركة.